أيضا نلقي نظرة أقرب على المشهد في مخيم نور شمس وكذلك في الضفة الغربية مع بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل. يحدثنا من الخليل، أهلا بك سيد بلال. ما الذي تريد إسرائيل في هذا التوقيت بالذات أن تحققه من هذه الاقتحامات والتصعيد المستمر في الضفة الغربية وفي طول كرم تحديدا؟ المخيم محاصر لأكثر من 48 ساعة الآن. مساء الخير. يعني إسرائيل تتحرك في مخيم طول كرم ومخيمات أخرى يعني منذ مرحلة طويلة، بمعنى منذ المرحلة التي بدأت فيها تتشكل بعض الخلايا التي تعمل ضد إسرائيل، وتحديدا الخلايا العسكرية التي بدأت في شمال الضفة الغربية، جنين ونابلس، ومن ثم الآن في طول كرم. حتى نفهم الصورة، لماذا يتم التعامل بهذه الطريقة وبهذا العنف ولهذا الكم الهائل من التدمير، كما يعني تفضل مراسلكم في مخيم نور شمس، لابد من الإشارة هنا إلى أن هذا المخيم تحديدا يعني يتضمن عدة قضايا. القضية الأولى أنه جاء من حيث يعني تشكل الحالة النضالية فيه والخلايا العسكرية الجديدة، جاء تابعا لما جرى في جنين ونابلس، بمعنى أنه يعني أفشل ما أقدمت عليه إسرائيل من محاولات حسم وردع تمت في جنين ونابلس، لأنه لو كان هناك نجاح لما تشكلت هذه الخلايا في طول كرم، بمعنى انه اهم بند من او واحد من اهم البنود التي تستند عليها العقيده الامنيه الاسرائيليه هو عمليه الردع والحسم، ومن قبلها الانذار المبكر. جنين ونابلس افشلت الانذار المبكر من حيث تشكل مثل هذه الخلايا. انتقلت اسرائيل الى المستوى الثاني وهو عمليه الردع والحسم، لتكتشف انه حتى هذه العمليات التي قامت بها في جنين ونابلس لم تحل دون تشكل جهات اخرى تقتدي بما تم في هذه المخيمات، سواء كان في وسط الضفة الغربية أو أيضا في شمال الضفة الغربية كما هو الحال في مخيم نور شمس. بالإضافة إلى هذا الموضوع، بدأت يعني بعض القراءات الإسرائيلية ترى أن الطريق الأسرع لمحاولة وئد مثل هذه التجارب ليس محاربتها فحسب، يعني ليس محاربتها كبؤر تنظيمية يعني حديثة التشكل، وإنما محاربة البيئة الحاضنة لها. في مخيم نور شمس ما يجري الآن كما جرى أيضا في مخيمات أخرى، يتم تجريف البنية التحتية، يتم حرمان الناس من الحركة، هناك قطع للإمداد الغذائي والدوائي وما إلى ذلك من صور ربما ألفها الفلسطينيون في مناطق أخرى تحديدا في قطاع غزة. لكن هذا المشهد بالذات يشير إلى أن إسرائيل تجاوزت الثلاث نقاط الأساسية التي تحدثنا عنها، وهي الإنذار المبكر والردع والحسم، لتنتقل إلى مستوى استهداف الحاضنة الشعبية، بحيث تصبح هذه الحاضنة الشعبية بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية حاجزا نفسيا، هكذا تظن إسرائيل. لكن التجربة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية تشير إلى أن تلك المناطق التي سويت بالأرض، سواء كنا نتحدث عن جنين أو البلد القديم في نابلس أو غيرها من المناطق، هي تلك المناطق التي خرجت منها أجيال جديدة من الفصائل الفلسطينية حديثة التشكل أو الخلايا الفلسطينية حديثة التشكل، بعد مضي أكثر من عقدين من الزمان على عملية السور الواقي التي تمت خلال حكم أريئيل شارون لإسرائيل. لذلك هذه من القضايا الأساسية، مضافا إلى معاني أخرى مثل أي مخيم آخر، بمعنى أنه إسرائيل الآن انتقلت إلى مسألة حسم الصراع، وأتحدث هنا عن التيارات الصهيونية الدينية التي بدأت يعني مهتمة بمفهوم استدعاء الصراع وتسريعه من أجل حسمه في هذه المرحلة أو في هذا الظرف الدولي والإقليمي الذي تظن فيه إسرائيل أنه ظرف مناسب لهذا الحسم. المخيم الفلسطيني هو أصل الحكاية، المخيم الفلسطيني هو المؤشر على بقاء القضية الفلسطينية، المخيم الفلسطيني هو الذي يحمل مفهوم العودة وبالتالي إبطال كل ما ترتب ما بعد عام 1948. لذلك الاستهداف ممنهج لهذه المخيمات لما تعنيه، بالإضافة إلى أن هذا المخيم لديه خصوصية بحكم القرب الجغرافي من أراضي 48، إذ أن المخيم لا يفصله سوى عن شاطئ المتوسط سوى يعني بضعة كيلومترات، ربما من 15 إلى 19 كيلومتر. شكرا جزيلا لك بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، حدثنا من الخليل.